حلقة جديدة من حلقات كينج اوف فانتسي. رجعنا لكم اخيرا بعد توقف اكتر من 100 يوم بسبب الكورونا. معاكم النهاردة عمر خير الله، وللأسف زي ما انتم شايفين كورين مش معانا النهاردة، بس ان شاء الله من الحلقات الجاية هيرجع يبقى معانا. بنحاول نظبط ازاي نبقى احنا الاثنين مع بعض في نفس الحلقة. برضو زي ما انتم شايفين مش بنصور من الاستوديو، بس للأسف برضو بسبب ظروف الكورونا. فان شاء الله على مدار ما الموسم يكمل الدنيا تتظبط اكتر واكتر. هنتكلم اكتر في الحلقه دي على ايه اللي حصل في الاسبوع ال30. الناس كلها كان معاها ليميت ترانسفيرز، مين لعب البنش بوست، مين لعب الفري هيت، وهنتكلم برضو على مين اللعيبه اللي المفروض تبقى في فرقتك في الاسبوع ال31. طيب بالنسبه للاسبوع ال30، احنا لحد دلوقتي بنصور قبل الماتش الاخراني بتاع مانشستر سيتي وبيرلي، فلسه سيتي ما لعبتش الدبل جيم ويك التاني، بس لحد دلوقتي نجم الاسبوع هو مات ريتشي بتاع نيوكاسل، كلين شيت وجون واسيستين. في برضو دي بروين عمل سكور جايب 14 ولسه عنده ماتش تاني. فان انهولت ودوهيرتي 12، دين هندرسون جون شافل 13 يعني، وهاوس مدافع استون فيلا 13. في سكورات كتير قوي عاليه الاسبوع ده، بس معظمها تلاقيها من لعيبه مش عند ناس كتيره. ناس كتيرة رهنت على 2 أو 3 من دفاع شيفيلد، جابوا كلين شيت في الماتش الأولاني، الماتش التاني دخل فيهم 3 وإيجان اتطرد اللي كان عند ناس كتير منهم أنا. نفس الكلام على نيوكاسل، الماتش الأولاني جابوا كلين شيت بطريقة غريبة أوي، الكرة دخلت جوه الجون وما اتحسبتش، والماتش التاني دخل فيهم 2 من تشيلسي. فيعني سكورات غريبة شوية، بس في نفس الوقت الناس معظم الرهانات بتاعت الناس نجحت. سواء مثلا الدفاع شيفيلد، دفاع استون فيلا، لعيبه سيتي عامه، حتى اجويرو اللي نزل من على الدكه عمل اسيست، وبنسبه 99% هو اللي هيبدا ماتش بيرلي. حتى الناس اللي مكابتنيه ممكن في الاخر تبقى جايبه سكور عالي. دي بروين اوريدي جايب 14 وهو اكتر لعيب متكابتن الاسبوع ده، غالبا هيلعب برضه لان هو طلع بعد الدقيقه 60 على طول في الماتش الاولاني، فغالبا برضه هيجيب نقط كتير قدام بيرلي. ستيرلينج عليه كلام، انا شخصيا كنت مكابتنه، جاب جون بس الله اعلم هيبدا ولا لا بما انه لعب 90 دقيقه قدام ارسنال. طيب انا بالنسبه لفرقتي انا لحد دلوقتي جايب 105، وناقص لي 2 لعيبه من سيتي، ستيرلينج كابتن ودي بروين، وناقص لي بوب جون بيرلي، مش متوقع طبعا ان هو يعمل اي حاجه. بس لعبت بنش بوست الاسبوع ده، استغليت الانليمتد ترانسفيرز اللي معايا ان انا اظبط فرقتي الاسابيع اللي جايه، وفي نفس الوقت يبقى عندي عدد كويس من اللعيبه اللي بتلعب دبل جيم ويك. فكان عندي 3 من شيفيلد ورا، ايجن للاسف جاب 3، بس باشام جاب لي 7، وجاك روبنسون اللي لحقته في الاخر خالص طلع خبر ان هو هيلعب مكان اوكونل وهو ب 4 مليون، فجبته طبعا صفقه كانت كويسه جدا وجاب لي 9. ستيرلينج كابتن 20، دي بروين 14، برونو فرنانديز جاب لي 9، وخيمينيز جاب لي 8، وتارجت ونايلاند دفاع وجون استون فيلا جابوا لي 8 و7. طبعا بصراحه ما يستاهلوهاش بعد الجون اللي دخل فيه اول ماتش، بس يعني في الظروف اللي احنا فيها دي كل بوينت بيفرق بصراحة. ف 105 بالبنش بوست بالنسبة لي حلوة قوي، وان شاء الله يعني السترينج يمكن في ماتش التاني يجيب جون او جونين. طيب نجم الجولة بالنسبة لي لحد دلوقتي حتى لو عادش حاجة في ماتش التاني هو دي بروين، 14 بوينت قدام ارسنال، طلع بدري، هو يعني اكتر عنصر اساسي في فرقة مانشستر سيتي، فرقة هجومية جدا وفرقة يعني حالتها البدنية واضح ان هي مبدئيا كويسة، وتاني حاجة واضح ان هم يعني من كتر استحواذهم على الكورة بيعرفوا ينظموا مجهودهم كويس وكده. فانا بالنسبة لي دي بروين لازم يبقى في فرقتك مهما كان، حتى لو مش عندك، شايف ان هو لازم يبقى في فرقتك دلوقتي حتى لو تمنه غالي شوية، محتاج يبقى في صرفة ان انت تلاقي له مكان في فرقتك. ماتشينه جايين تشيلسي وليفربول، بس عادي جدا ممكن يجيب جون في كل ماتش، ممكن يعمل اسيست في كل ماتش. فبالنسبه لي دي بروين لا غنى عنه من هنا لاخر الموسم. تاني لعيب شايفه لازم برضو لو هو مش في فرقتك اوريدي هو محمد صلاح. في ناس كتيره انا منه، انا صلاح كان عندي من اول الموسم بس مشيته وانا بعمل انليمتد ترانسفيرز لما كان في كلام ان هو مش بيتمرن مع الفرقه، فخفت بالذات ان انا اعمل بنش بوست، ما كنتش عايز اخسر اي نقط، وجبت ماني. بس بالنسبه لي صلاح هو الصفقه الاحسن لاخر الموسم، هينافس اكتر على الهداف، ريح اهو الماتش ده، فغالبا بنسبه 99% هيبدا قدام كريستال بالاس، ماتش مهم جدا بعد لما ليفربول اتعادلت مع ايفرتون، فهيبقوا عايزين يكسبوا وهيلعبوا بطريقه هجوميه اكتر.
فصلاح ماتشات ليفربول كويسه، حتى هيلعب بعديها مع السيتي بس هيبقى مريح اسبوع بين ماتش كريستال بالاس وبين ماتش سيتي، في الحين ان سيتي هتلعب ماتش في النص في الكاس، فحتى ماتش سيتي وهو كعبه عالي على سيتي ممكن يجيب فيهم جول. تالت لعيب محتاج يبقى فرقتك الاسبوع ده، مش لازم يبقى هو نفس اللعيب عامه، بس اي حد من فرقه ايفرتون هيلعبوا نورويتش. نورويتش واضح ان هم خلاص استسلموا، ان هم نازلين درجه تانية، اداؤهم قدام ساوثهامبتون كان وحش قوي قوي قوي، حاولوا يخطفوا كره او اتنين بس ساوثهامبتون كانت راكبه الماتش من اوله لاخره. انا بالنسبه لي كالفرت لوين هو احسن اوبشن بسعره قليل على الاوتبوت اللي هو بيطلعه، بس في نفس الوقت عايز تجيب ريتشارلسون ممكن، عايز تجيب حد من دفاع ايفرتون ممكن، عايز تجيب بيكفورد ممكن. اتوقع يعني ان المفروض لو ما فيش اي مفاجآت ان ايفرتون تكسب 2 او 3 ويطلعوا بكلين شيت، فشايف ان كالفرت لوين اوبشن ظريف جدا ان هو يبقى في فرقتك الاسبوع ده. واخر اوبشن معانا برضو نفس فكره ايفرتون هي وولفز. ماتشاتهم حلوه قوي، بيلعبوا كويس، في روتيشن كتير شويه، بس انا بالنسبه لي احسن اوبشن هو خيمينيز، اكتر اوبشن حاسه مضمون ان هو هياخد دقايق اكتر في الملعب عن يوتا عن تراوري. طبعا دوهيرتي صفقه رائعه، انا بحب دوهيرتي جدا، بس انا مشكلتي مع دوهيرتي في الفانتزي ان هو وادامه بياكلوا من بعض في الملعب، فيا اما دوهيرتي بيعمل اسيست يا اما ادامه بيعمل اسيست او اجوان، يعني دوهيرتي ما بيدخلش ال 18 غير لما ادامه بيبقى بره الملعب. وبالصدفه ده ما حصلش الماتش اللي فات، يعني ده انا على طول براهن على الموضوع ده، بس دوهيرتي ما عملش اسيست غير لما تراوري نزل وقطع من وراه من ناحيه اليمين. بس حتى دفاع وولفز كويس قوي، سايس او بولي على تمنهم كويسين قوي، فشايف ان وولفز برضو الفتره الجايه فرقه محتاج تبقى مركز عليها. واخر لعيب شايف ان هو صفقه ممكن تبقى كويسه سون غالي شويه بس ماتشاته حلوه، كعبه عالي على وست هام وكعبه عالي عامه على الفرق اللي عنده الثلاث اربع ماتشات اللي جايين، فلو معاك فلوس او تقدر تستغنى عن اي في مقابل ان انت تحط صن في فرقتك، اتوقع ان صن هيجيب اجوان كتير الثلاث اربع ماتشات اللي جايين. طيب اخر حاجه انصحكم بيها في الحلقه دي هو لو اي حد لسه متبقي معاه اي تشيبس ان هو يلعبها في اسرع وقت ممكن. انا شخصيا معايا الفري هيت و99% هلعبها الاسبوع ده، حاسس ان كل لما تتاخر في التشيبس اكتر لعيبه الدوري هيبقى خلص اكتر، لعيبه الناشئين هتبدا تاخد دقايق اكتر، مش هتعرف تراهن على مين ولا مين، بس دلوقتي لسه المراكز الاوروبيه ما اتحسبتش، الهبوط ما اتحسمش، فتقدر تحط تستخدم التشيبس بتاعتك في المواقف دي يعني. بس دي كده نهايه حلقتنا، ما تنسوش تبعتوا لنا على هاشتاج ظبط لي الفرقه من الاسبوع الجاي، نحاول نعدي على كذا فرقه نظبطها لاخر الموسم، وما تنسوش تعملوا لايك لو الحلقه عجبتكم وسبسكرايب للشانل علشان كل الحلقات توصل لكم.